فوزي كبير باحثين بالمكتب الفني لمدير المكتب. كتاب هدى شعراوي من الكتب اللي اعتبرها علامة مهمة جدا حتى في حياتنا. هدى شعراوي ولدت سنة 1879 من عائلة غنية جدا. هدى شعراوي تعتبر ليست فقط رائدة للعمل النسوي في مصر، ولكنها ضمن الناس اللي قاموا بجهود تحريرية للمجتمع المصري على أصعدة مختلفة. كتاب هدى شعراوي بيتابع حياة هدى شعراوي في مراحلها المختلفة، بدأ بالنشأة، ثم اكتساب المهارات والمعرفة، زواجها، الاضطرابات التي حامت حول هذه الزيجة من انفصال ثم عودة مرة أخرى. في فترة خروجها من الحياة الزوجية وعودتها ليها تعرفت على الكثير من أوجه الحياة في المجتمع المصري، ازدادت ثقافة، ازدادت وعي. وعندما عادت إلى الحياة الزوجية بجوار زوجها علي شعراوي، كان علي شعراوي بدأ يتبوأ موقع مهم جدا في الحركة الوطنية في إطار حزب الوفد. حياتها بعد أن عادت لزوجها علي شعراوي باشا وارتباطها بالحركة الوطنية والدور اللي لعبته في هذه الحركة متعدد الأبعاد وقادة العمل النسائي، ولعبت أدوار كبيرة جدا في العمل الأهلي وليس فقط في النضال السياسي، وانتهاءً بوفاتها.